هشام، مساء الخير، اهلا بك معنا سيد سالار. حدثنا اكثر، كيف هي الصوره من عندك؟ هناك اشتباكات كانت تدور في الحسكه، وهناك انتشار بالقامشلي بالتحديد للمئات من الحرس الجمهوري. نعم سيدتي الكريمة، ليس بالمئات بل بالآلاف الآن يحاصرون مدينة القامشة التي هي الآن بعيدة عن العالم الخارجي. آلاف من الحرس الجمهوري ومن الفرقة الرابعة التابعة للشبيح ماهر الأسد الآن تحاصر مدينة القامشلي، وقامت البارحة في الساعات المتأخرة من الليل باقتحام المدينة وشنت حملة دام واعتقال طالت أكثر من 100 مواطن في مدينة القامشلي، وأكثر المعتقلين كانوا في حي العنترية بعد أن قام أحرار الحي بأسر أكثر من 25 عنصر أمن من بينهم ضباط وصف ضباط. قامت الفرقة الرابعة باقتحام حي العنترية وشنت حملات دام واعتقال طالت 60 شخصا، وفي الحي الغربي اكثر من 50 شابا بعد اعتصام ليلي قامت بمداهمته قوات الامن وقطعان الشبيحه في مدينه القامشلي. اما في مدينه ديرك سيدتي الكريمه، نزح عدد كبير من الاهالي الى الطرف المحاذي وقاموا بالدخول الى الحدود العراقيه بعد عده محاولات، وبعد ان وافقت السلطات العراقيه على دخولهم بسبب الوضع الانساني السيء في محافظة الحسكة. الآن الوضع الإنساني ينبئ بكارثة إنسانية في محافظة الحسكة، وللجدير بالذكر أن الحسكة الآن تحتضن أكثر من 200,000 نازح من دير الزور ومن الرقة ومن ريف حلب ومن حلب المدينة. أما في الحسكة المدينة أختي الكريمة، هناك أيضا تواجد أمني مكثف وحواجز إسمنتية ومصطفحات بيت آر. قام الجيش الحر اليوم في الساعات الصباح الأولى بشن عدة عمليات نوعية حرر فيها عدة حواجز، وقام بالانسحاب من حي غويران تكتيكيا. الجيش الحر يعلن انسحابه من حي غويران تكتيكيا بسبب فقره للذخيره. وايضا هناك خبر اخر يجب التنويه اليه، وردنا قبل قليل ان في المدينه الرياضيه يوجد اكثر من 50 قناص ايراني من تابعين للحرس الثوري الايراني قدموا الى محافظه الحسكة، والان هم منتشرون على اسطح المباني في حي غويران، هذا الحي المحاصر منذ اكثر من 18 يوما. وفي ريف الحسكة هناك ايضا تظاهرات يوميه، وهناك ايضا اشتباك عنيف دار بين كتائب الاسد والجيش السوري الحر، اسفر عن مقتل عدد كبير من قوات الامن، وهناك ايضا شهيدين في صفوف الجيش السوري الحر. اما في مدينه الرقه القريبه من محافظه الحسكة وقراها التي ترزح تحت القصف العنيف حتى هذه اللحظة من قبل الدبابات والمدفعية الثقيلة، وهناك أكثر من 20 شهيد حتى هذه اللحظة في قرى الرقة، هذا ما وردنا قبل قليل من الرقة. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات سالار الكردي المتحدث باسم شبكة شام، كنت معنا عبر الإنترنت مباشرة من الحسكة.